إن موكلة المادة الرياضيات بريئة من كل التهم المنسوبة إليها من هؤلاء التلاميذ، ولا يوجد دليل على صحة ادعائها. ما قولك يا مادة الرياضيات فيما نسب إليكم؟ أنا بريئة يا سيد القاضي، طلبت كثيرا ولم ينصفني أحد، فالكل يحتاجني، لست مادة عديمة الفائدة، ففي يومكم منذ استيقاظكم لصلاة الفجر وخلال حياتكم اليومية تستقيمونني، وفي معرفة الأحجام والمسافات، وعندما يقيس الطبيب السكر وضغط الدم يهدد لكم الأدوية يستعملها. والمهندس يحتاج أيضا في تخطيط بناء وإنشاء الجسور، وفي علم الفلك لتحديد حركة الكواكب والشمس، وفي تحديد أوقات الصلاة في مختلف البلدان، وفي تحديد التواريخ، ولذلك تجدون أنكم لا تستطيعون استماع العام. وأنتم أيها التلاميذ لما تقولون أنكم تجمعون وتفرقون من دون، فهذا جزء يعرفه عامة الناس، ولكن الرياضيات لها فروع، وما تدرسونه في المدرسة هو جزء من فروع هذه المادة. بعد تداول المجرات